بكل مشاهدينا في كل مكان عبر شاشة قناة النيل الأزرق وعبر برنامج مشاوير، وزي ما دايما ما عودناكم عبر كاميرا مشاوير إنه دايما مشوارنا بيكون مختلف، بنظهر بإطلالة مختلفة وبرؤية مختلفة وأيضا فكر وثقافة مختلفة. مشوارنا اليوم من داخل منتدى راندي للثقافة والفكر والوعي الذي يختلف اليوم عبر إطلالته من خلال راندي بيوتي للتجميل عبر هذه المسؤولية الاجتماعية في إطار المسؤولية الاجتماعية. من خلال هذا المنتدى نعكس شكل المرأة والفكر الجمالي وأيضا نعكس الصورة التي تهتم بها المرأة من خلال التجميل والإبداع وأيضا جمالها الداخلي. احنا اللي عندنا عدد من المحطات المختلفة هنتابعها مع بعض، خليكم معنا مشاهدينا عبر هذه المساحة الجميلة والاستثنائية، عبر مساحة من الجمال واللمسات الأنيقة والشفافة. نسعد كثيرا أن نلتقي بالأستاذة سميرة الأمين العام لمنتدى هذا المساء. أهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا ندى، مرحبا بك في منتدى راندي الثقافي. منتدى راندي الثقافي هو جزء من المسؤوليه المجتمعيه للراندي بيوتي كوين، اللي هو بينكي كوين بيوتي سنتر، مساحه تعريفيه للسيدات بقدراتهم الجماليه الخارجيه والجماليه الوجدانيه كذلك. المنتدى اليوم بيتضمن عدد من الفقرات المختلفة والمتعددة والتي قد تكون مختلفة تماما من المنتديات التي نألفها ومحتاجين عليها، كده كلمينا شوية عن الليلة اليوم حيكون عامل كيف وفقراتك المتواجدة والفكرة الأساسية. طيب يا ندى، البرنامج هو في استقبال سنة جديدة 2022، إن شاء الله كل عام ومشاهدين نيل الأزرق بخير وعافية وعايشين في ثراء وفي وفرة وفي تقدم. البرنامج إنه إحنا كيف نقدر نساعد السيدات إنهم يضعوا خطة مستقبلية للسنة الجديدة، كيف يديروا حياتهم الخاصة وحياتهم العملية. فقرات اليوم قدمت الكوتش المدربة دكتورة تسليم البرهومي في التخطيط للسنة الجديدة، كمان قدمت حفل دلوكة، يمكن هو في الباك جراوند بتاعنا هسه الفنانات بيغنوا، قدمت حفل دلوكة كاحتفاء بالموروث السوداني والشغل التراثي اللي قايمة على أساس الدلوكة هي مصدر الحماسة والمصدر بتاع البشارة والفرح. أيوة بالضبط كده. إذن هو يوم مليء بعدد من الثقافات والأفكار المختلفة اللي بتتخلل أمسية هذا المساء عبر هذا المنتدى الأنيق والجميل. إحنا حنجوب عبر كاميرتنا من خلال هذه المساحة عشان نقدر نتعرف أكثر وأكثر على هذا المنتدى الأنيق والجميل الذي يتضمن عدد من المقترحات والأفكار الذي تتضمنه سميرة البلوم. شكرا لك ندى بخيت، وشكرا لكل الزملاء اللي شرفونا. نتمنى انه زيارتكم تكون ممتعه وجولتكم داخل المنتدى. المنتدى رساله لكل واحده قاعده في البيت حتى لو ما قدرت تجينا في راندي. راندي اللوكيشن بتاعنا جغرافيا هو في الطائف عبد الله طيب مع الدي اتش ال قصاد كليه امبريال الجامعيه. ما قدرت تجينا في راندي تكون عارفه من جوا انه هي اي انثى هي جميلة، هي عندها القدرة إن تقدم أفضل ما يمكن، تقدر تصل لأفضل نسخة منها في الحياة بس إذا اعتنت بمحتواها الداخلي واعتنت بمظهرها الخارجي. إحنا بنقول كل سنة وأنت طيبة لكل حواء السودانية وكل مشاهدين نيل الأزرق. أشكرك كثير سميرة على هذه الكلمات وعلى هذه الإضافة. إذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم من داخل منتدى راندي عبر هذه المساحة التجميلية التثقيفية والفلكلورية، عبر مساحة جميلة وممتدة عبر مشاوير، خليكم معنا. بكم مجددا عبر هذه المساحة واحنا ما زلنا متواصلين عبر كاميرا مشاوير. نسعد كثيرا ان نلتقي عبر منتدى راندي للتجميل وللثقافة وللفكر وللوعي بالزميلة والإعلامية تمني منتصر. اهلا ومرحبا بك والحمد لله على السلامة، ونورت الليلة شاشة النيل الأزرق. شكرا يا ندى، وشكرا لكل الزملاء في النيل الأزرق، والحمد لله على السلامة. بقول لكم ربنا يقبل حمدكم ان شاء الله، وسعيدة جدا انه اطلالتي تكون عبر النيل الأزرق. غياب لفترة طويلة، رجعتك تمني الجمال والإبداع والتميز، واليوم إحنا من داخل منتدى راندي للتجميل وللثقافة وللفكر. رأيك شنو في اليوم في الأمسية الجميلة من خلال التنظيم والترتيب والإعداد؟ أنا مبسوطة شديدة، ولن تحية لسميرة ولكل التيم اللي موجود معاها في المنتدى للمنتدى راندي بيوتي للتجميل. حقيقي فرحت لأنه يعني لقيت دعم كبير جدا من حواء لحواء، وأنا دائما ما مع مقولة إنه عدو المرأة هي المرأة. حقيقي الليلة كانت تفاعلية ظريفة وجميلة، تسنيم البرهومي كوست تسنيم والدكتور تسنيم البرهومي خصيت ظريفة شديد، ووريت الناس إنه حقيقي لما حوى تدعم حوى إحنا قاعدين نمشي لقدام شديد. أكيد أكيد، وبتدي دافع معنوي لأنه دائما حواء هي التي تسبق
بالزمن وتسبق بكل الأفكار وتسابق بكل الرؤى الجميلة من أجل مجتمع نضج حي جميل متعافي، أفكار سليمة وأيضا رؤى سليمة. إحنا دائما بنحاول من الجانب المشرق الأنثوي إحنا دائما نبرز كل التفاصيل الحلوة، لأنه السيدة هي نصف المجتمع. فعلا السيدة نصف المجتمع، والنصف اللي بينجب النصف الآخر للمجتمع. فعملية حسابات هي ممكن تكون المجتمع كله، لأنها هي السبب في إنه الرجل ذاته يكون قويم، يكون ماشي في طريقة صحيح، هي اللي بتربي، هي اللي بتنتج الجانب النصف الآخر ده. فأنا بعتقد إن إحنا مسؤولية كاملة من المجتمع. فوجود امرأة صحيحة نفسيا جسديا عقليا معنويا ده بيخلي لنا المجتمع إنه يكون أجمل. رأيك شنو الليلة أكثر حاجة عجبتك من داخل راندي بيوتي؟ عجبك شنو أكثر حاجة؟ إننا عارفين قيمتنا. يعني الليلة تكلمت هي عارفة قيمتها تماما، عارفة إنها يعني عندها عايزة شنو وقيمتها في المجتمع شنو، ممكن تشارك بشنو وتعمل شنو. أنا بشكرك كثير يا تمني على هذه الإطلالة الجميلة، ونتمنى معاودتك عبر الشاشة البلورية أيا كانت المحطة، والمعاودة عبر الجمال والثقافة والتنوع والتفرد. بشكرك كثير وإن شاء الله نشوفك في مساحات أقرب إن شاء الله. شكرا يا ندى، شكرا لكل التيم اللي معاكي، ومساء الخير على كل مشاهدي قناتنا الأزرق. شكرا لكم. إذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم، وزي ما تابعنا مع بعض عدد من التفصيل لمنتدى راندي بيوتي للتجميل، والمساحة اللي هو بيفردها عبر المسؤولية الاجتماعية من خلال هذا التنظيم وهذا الإعداد الذي يختلف تماما من المنتديات التي عهدناها وعرفناها. إحنا ما زلنا متواصلين معاكم، ابقوا معنا بكم مجددا، وإحنا ما زلنا نجوب ونتجول في عالم الجمال والمرأة والسحر والإبداع. نسعد كثيرا نلتقي بالخبيرة التجميل رؤى عمر، خبيرة الفاشن والبشرة. أهلا ومرحبا بك عبر هذا المنتدى، منتدى راندي بيوتي للتجميل، وعبر المساحة المختلفة من الفكر والثقافة. مرحبا بك. مرحبا بكم مجددا في منتدى راند، نورتينا كثير أستاذة ندى، ومرحبا بقناة النيل الأزرق. أنا شغالة في القسم بتاع المعالجة تحت البشرة والشعر، عندنا كل ما تحتاج له المرأة السودانية موجود في المركز، بنحتني بمجال البشرة، عندنا كل الأنواع الفيشل والمعالجات، عندنا أخصائية مختصة في مجال الجلدية. أتمنى أنكم تنورونا. طبعا الجسم ده جسم واحد من الأجسام المهمة جدا، وبالتأكيد الزبون لما يسمع بالحاجة دي أو يسمع بالمركز، أول حاجة بتراوده أنه عايز يعرف الأسعار بتكون عاملة كيف على حسب المنافسة المحيطة بالمراكز التجميل. طبعا نحن أسعارنا متناولة عن مختلفة عن كل المراكز، متناولة لأي شخص، أسعارنا حلوة شديد. شرفونا، يا ريت تنوروا المركز وحتلقوا كل الحاجة اللي انتم محتاجين لها، بالذات في العام الجديد. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، لازم تنوروا المركز، ما تضيعوا الفرصة تفوتكم. يعني في بداية العام الجديد إذا في باكيج ظاهر وفي عرض وفي تقديم لبعض الأشياء الجديدة والمثيرة من أجل السنة الجديدة. أكيد أكيد، وأسعارنا حلوة شديد، وعندنا سحوبات وعندنا اشتراكات إن شاء الله. نورونا. لسه متواصلين معاكم، بنلتقي بالجسم المهم جدا جدا وهو جسم التجميل، ومعانا خبيرة التجميل إسراء محمد. أهلا ومرحبا بك يا إسراء. أهلا وسهلا بك، وشرفتونا ونورتوا المحل الليلة، سعدنا بلقاكم كثير. أهلا ومرحبا بك إسراء. حدثينا عن قسم التجميل، وهو واحد من الأقسام المهمة واللي بيجي كل الزبائن بيسألوا في تفاصيل الحاجات، إذا كان مكياج بتاع عروس أو مكياج بتاع شبائن أو غيره. إحنا هنا في قسم التجميل بمسك جميع أنواع المكياج من شبائن لسهرة لعروسات بأحدث الماركات وأحدث الأجهزة، وبنقوم كذلك بنستعمل الرموش ذات جودة عالية، بنوفر راحة العروس لأن عندها قسم خاص بها وبتكون يعني مبتعدة عن كل مزعجات لها وكذا، ويعني إن شاء الله بتطلع بالصورة أي واحدة بتتمناها. تمسك العروس من بدري، ولا ممكن تجيكي واحدة تكون جاهزة وعاملة حبستها في البيت بس جاية لليوم الختامي؟ نحن هنا في المركز عندنا قسم الفيشل والحمام المغربي، يعني كلنا بنتكامل مع بعض، فبحب إذن الوجات بدري وعشان نتابع بشرتها تكون بالصورة مهيئة جداً، ويعني ان شاء الله زوجاتك من بدري. زوجاتك بس ليوم الزفاف بتمسكيها ولا بتشوفي ان الحاجه دي صعبه عليكي؟ لا بنمسكها ان شاء الله، عندنا كل المعالجات، المكياج بغطي كل انواع العيوب،
وبتطلع بصورة مرضية ليها إن شاء الله. قولي شنو لكل مشاهدينا ولكل الزبائن اللي دائما احنا بنحاول انه نلبي متطلباتهم، ودائما المرأة ما تهتم بالجمال والأناقة والسحر الجميل، والواحدة دائما بتحاول انها تجدد من كل فترة وفترة في إطلالتها، فبتقولي لهم شنو بتنصحين بشنو انهم يجوا راندي بيوتي؟ طبعا بنصح كل مرأة انها تهتم بنفسها، وانه العناية والجمال بيحتاج لزمن وصبر، فتعتني أول بأول، بالذات نحن أجواءنا السودانية هنا مرهقة جدا، والعروس خاصة تبدأ الاهتمام من بدري والمعالجة لكل الحاجات من بدري، وتبتعد عن الحاجات الضارة والحساسة. وبتمنى أن كل امرأة سودانية تكون جميلة ورائعة يعني. شكرا لكم كثير. شكرا لك أستاذ سميرة. تواصلين مع منتدى راندي الثقافي وأيضا منتدى راندي بيوتي للتجميل، بنلتقي بالأستاذة يثرب. أهلا ومرحبا بك، وهي واحدة من السيدات اللائي قدمنا إلى هذا المركز، ومن خلال هذه الزيارة إحنا حنتعرف من خلالها على كيفية التعامل وكيفية اختيارها للمركز، ولقت شنو من خلال زيارتها للمركز. السلام عليكم، يثرب عبد الرحمن. أنا لقيت الإعلان ده في جروب اسمه أحلى طلة، وجيت من خلاله المركز. فصراحة المركز يعني مين دخلته المركز يعني حلو شديد، يعني حاجة مبهجة، إنك لما تجي بتجي بروح حلوة شديد، بتخش الاستاف كله جميل شديد، بيرحبوا بيك من تجي داخل، أحلى ما عندهم بتتفضلي في ضيافة، حتى بعد ذاك من خلال الزول السكرتارية بتسألي خدمتك شنو أو عايزة شنو. بعد ذاك يعني شفت كل الخدمات صراحة، يعني أنا جيت حبا إنه أشوف المركز صراحة، ومع إني دخلت المركز حسيت نفسك أني واحدة من ناس المركز ديل، من التعامل، من الاستاف، من ضيافته، من كل شيء صراحة. البودوكير ما شاء الله عليهم، والله عندهم زول خبيرة شديد في البودوكير، شغلها بجد حلو شديد، يعني الزول لما يطلع بيطلع مبسوط. نفس الحكاية شغل الشعر، شعر حلو شديد، يعني الزول بيجي ب زي ما بقول موديل وبيطلع بموديل تاني، يعني تطلع بالنفسيات وبمنعويات مختلفة. والسيدات والبنات دايما بيحبوا انه يغيروا من اللوك في كل وقت وتاني، فانت طالما لقيت الحاجة دي اول حاجة بديتي عملتيها شنو؟ صراحة أول حاجة عملتها مشيت زي ما بقولوا أديت جولة للمحل، شفت الديكور المحل، حبيت المحل كله، مشيت بعد مشيت قسم من الأقسام، قسم الشعر، قسم الفاشن، قسم البوديكير. عملت شنو أول حاجة؟ أول حاجة عملتها بوديكير، أول حاجة مشيت القسم بتاع البوديكير، فالبوتكير قعدت بأريحية، انبسطت شديد، شغلهم حلو حلو شديد عجبني. خلصت من الخدمة بتاعت البوتكير، طلعت لخدمة الفيشن. صراحة عندهم دكتور اسمه دكتورة رؤى، زوق 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 شديد في التعامل، رغي شديد، شغلها حلو، يعني انت لما هي بتشتغل لك في وشك بتحسي بأنه الزول بيحسسك بشعور جميل جدا، وهي حلو شديد. يعني خلصت من الفيشن جيت لي قسم الشعر، الشعر حلو شديد، عندهم قص علاجي، يعني زول أهم حاجة يعمل القص العلاجي، حتى من بعد ذاك تعمل أي خدمة. عملت قص علاجي وعملت استشوار، فطلعت بموديل حلو شديد يعني. طيب انت بتقولي شنو لكل الناس اللي حاسة بيتابعونا ولكل الناس اللي بيشاهدونا، بتقولي لهم شنو فيما يخص راندي بيوتي؟ بقول لهم لازم المرأة فينا أو البنت يعني زي ما بقول تدلع روحها، حتى من غير أي مناسبة، حتى لو ما عندك أي حاجة خصصي لنفسك يوم في الأسبوع إنك تجي تدلعي نفسك، تعمل كل الخدمات اللي الناس راندي بيوتي صراحة. يا يثرب تسلمي كثير، تسلمي كثير. إذا مشاهدينا من خلال التجوال ومن خلال هذه الكاميرا ومن خلال جلستنا مع راندي بيوتي للتجميل عبر هذا المنتدى الأنيق والجميل، وهذا المنتدى الذي يختلف عن بقية المنتديات التي عاهدناها بما تفاصيله من تدرج عبر المراحل وأيضا المحتويات والمحاور، كان هذا المنتدى فكرة مختلفة وصورة مختلفة ورؤية مختلفة وفكر وثقافة غير عن بقية المنتديات اللي احنا بنعرفها. راندي بيوتي إبداع وتميز وتفرد في عالم الجمال والمرأة عبر المسؤولية في الإطار المسؤولية الاجتماعية. كنا وكنتم وكانت كاميرا مشاور عبر هذه المساحة، حتى جديد اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.